طيب تعالوا مع حضراتكم كلكم، يعني انتوا الاثنين ما شاء الله ما شاء الله يعني نجوم كبار، وكان عندكم خبرات كثيره جدا جدا في الملاعب، ومريتوا بادارات فنيه كبيره على مستوى اذا كان مدربين اجانب او مصريين. كابتن شريف حضرتك بتتكلم على النسخه ديت من دوري ابطال افريقيا، كانت نسخه مميزه لكن كان فيها مشاكل فنيه كثيره جدا على مستوى الاصابات، يعني اصابات كثيره جدا مرت بالنادي الاهلي، وهنقول اخرها كان موقف صعب جدا معلول. اصابه علي معلول، كان في بعض الاحيان اصابه ياسر ابراهيم الشناوي، تتكلم على اعمده رامي ربيعه شحات كان عنده اصابه، عندك مروان عطيه كان مصاب، امام عاشور كان ديانج. مصاب، ديانج ديانج كان مصاب، الشحات كان مصاب، الفرقه كلها قلنا سوليه وعمرو سوليه طبعا. فانت بتتكلم على كيان كبير جدا من اللاعبين الاساسيين، يعني أعمدة الفرقة الحقيقة، وكان ليها غيابات متفرقة، ولكن نتكلم على الإدارة الفنية لكولر في بطولة أفريقيا، أنت شفتها إزاي يا كابتن؟ هو بالنسبة لي أنا المتاح كان بالنسبة للإدارة الفنية هو اللي كان بيتعامل بيه. مظبوط. حتى حاول بالغيابات اللي هي مثلا خلينا الأقرب حاجة علي معلول مثلا، عمل لنا مشكلة كبيرة جدا في المكان صحيح. اللي إحنا ما عندناش بديل فيه أو مش مؤهلين ليه بديل، او البديل ما بيشتركش بصفه دايمه، فكان عليه ان هو يطور لاعب معين ويلعبه في اللاعب ده لعب قبل كده في المكان ده وكل، بس مش على طول يعني. احنا اخر مره كنا بنشوفه بيلعب ناحيه اليمين عندنا لاعب كان جواكر كتيره، ولكن ليس لهم الحظ ان هم مقيدين في افريقيا زي عمر كمال عبد الواحد مثلا، كان ممكن لعب قبل كده في هذا المركز وكده. هي الحكايه احنا بقالنا سنين في مستشفى النادي الاهلي، انت بتلعب من ايام فاكر بطوله العالم للانديه اللي احنا رحنا ب 12 لاعب اللي جاب فيها محمد هاني الجون في المكسيك دي وخدنا برونزيه وجالنا 2 3 4 5 6 من المنتخب بعد كده لحقونا وهم منهكين. مظبوط. جايين من سنغال على ما اعتقد في الفاينل مع كيروش على ما اعتقد. مظبوط. فانت في المعترك ده من زمان، انت بالشكل ده عشان كده لما تيجي تكلمني على الشكل الفني لاي حاجه، انا عندي ايمان بسياسه اداريه علمتنا من واحنا صغيرين ما عندناش ظروف، يعني كان كلنا وحشيش عارف يبقى اعتى اللعيبه اللي بيلعبوا مكان حشيش مش موجودين، ينزل حشيش ويلعب جنبه محمود صالح. مزبوط. يشيلوا الفرقه كلها ونبقى مغمضين عينينا، الخطيب يبقى مش موجود والكلام من ده، فيجي يلعب محمد عباس شويه صحيح. فتره ومن هنا جت مقوله الاهلي بمن حضر. الاهلي مش بمن حضر بس، الاهلي سياسته ادارته علمونا ان احنا ما نعرفش حاجه غير الفوز، لعبنا بقى ناقصين، لعبنا متعورين واحنا بنلعب، احنا صحيح. عمرنا ما لعبنا واحنا سلام، وانت عمرك ما لعبت وانت سليم، لازم يكون عندك حاجه صغيره في رجلك، ضافر مش عارف عامل ازاي، انكر رجلك ومعالجه ومكمل بيه وتقدر تكمل اذا كان بره مصر او جوه مصر وانت مفيش لعيب كوره بيلعب يعني سليم 100% يعني. كيليان مبابي ده خلال المباراه الضرب اللي بتاخده في نسب معينه ممكن طبعا. تقدر تشارك بيها طبعا. او يعني الضرب اللي بتاخده في كل 3 ايام ماتش ده على الجزئيه، يمكن كان بعض الانتقادات في وقت معين على كولر وعمليه الروتيشن ولازم يثبت الفرقه ده في الاول خالص. خليني اقفل لك انا يعني من اول الناس اللي بتبقى معترضه ولكن في الاخر الراجل معذور يعني، هنعمل قال تعالى انت حط فرقه. مظبوط. هقول له انا هلعب بقى بثلاثه، لا عمليه انا بقى هقول له هلعب بثلاثه ثلاثه فلات واربعه في النص. انت عايز عم شريف، عم شريف انت عايز وقت كبير قوي طبعا. عشان طبعا. تعمل حساب اليوم ده طبعا. ولكن اهي دروس مستفاده فيها ايجابيات وفيها سلبيات للقادم، اللي انت عندك 5 بطولات كبيره هتخشها وعندك بطوله دوري محلي للقادم، لازم انت تبقى عندك من احتياطات ومن التفكير في حلول لهذه المشاكل كلها. كابتن محمد، الجزئيه دي كمان عايز اقول ان كولر خلال الفتره اللي فاتت كان في بعض المشاكل على مستوى الغيابات، لكن الحقيقه كان بيعوضها ببدائل، والبدائل دي الحقيقه بتثبت وجودها. كان مثلا على سبيل المثال كان اكرم بيلعب باك يمين، دخله في وسط الملعب عمل اداء ولا اروع. بتتكلم كمان على كريم فؤاد ووجوده في المباراه النهائيه كباك شمال ادى بشكل جيد لا باس به. عندك كمان في وسط الملعب كان ساعات غياب مروان كان موجود مثلا كوكا وبيأدي بشكل كويس. هي عمليه تهيئه السكواد كله، انك انت
خلاص موضوع ان انت ال11 اللي بيلعبوا واربعه الاحتياطي دول مش معروفين خلاص، انت لعيب جاهز في وقت معين هحطك في وقت مش هتبقى موجود. فده بقى ادى سياسه عامه للسكواد او للعيبه ان احنا كفريق واحد اي واحد موجود بيأدي اللي عليه. وده كان في اعتقادي الشخصي كان دور مهم جدا جدا انك تاخد بطوله كبيره زي بطوله افريقيا. هو سر نجاح كولر هي النقطه اللي انت قلتها دي هاني. يمكن هو جه كمان بعد مدرب اللي هو موسيماني كان عكسه خالص، كان معتمد على 13 14 لعيب مثبتهم، فلما ابتدى في تقارب مباريات وتلاحق مباريات وماتشات كثيره ابتدت الاصابات تظهر وابتدى الاجهاد يبقى موجود. ووصلت لمرحله من المراحل لو تفتكر النهائي اللي هو اللي لعبه الاخير انت ما كنتش عندك راس حربه، ما كانش عندك راس حربه يبقى موجود وما عندكش اي حد كمان قريب من الملعب عشان تقدر تنزله تستفيد بيه، عشان كده احنا يعني خسرنا بعض البطولات. انما كولر الحقيقه مع الانتقادات الكتيره، وانت عارف لا يمكن مدير فني هيرضي الجميع، لان احنا الثلاثه لو قعدنا نختار فريق اكيد هيفلت مننا واحد او اثنين هنختلف فيه. انما هو جهز الناس كلها، ما سمعش الانتقادات والضغط عليه، لا فلان طب ليه انت بتلعب فلان، طب ليه الراجل ده لعب ملعبه باكليفت وهو اساسا مش باكليفت، لا الباك رايت ليه، طب ما كان هاني ماشي ليه لعبت اكرم، لا هو باصص عنده رؤيه مستقبليه وعارف تلاحق المباريات واستفاد من الدروس، لانه اكيد اول ما جه ذاكر اللي حصل قبل كده، خد من اللي فات وابتدى يبني عليه ان لازم يكون عنده 30 لعيب كويسين ورجلهم في الملعب.